صباح السعادة والصحة على كل مشاهدي قناة النهار. النهاردة حلقة جديدة من برنامج هيلثي لايف. النهاردة حلقة قوية جدا مليانة مفاجآت زي ما عودناكم، وكلها علشانكم انتوا، علشان نوصل للوزن المثالي، الشكل المثالي، وكمان الصحة المثالية. الحقيقة احنا النهاردة في الحلقة زي ما قلت لكم مليانة مفاجآت كتيرة، بس اسمحوا لي الأول عايز أعرفكم طبعا على منتجات جو اللي عاملة قلبان كبير ومحققة نجاح كبير جدا في عالم التجميل والتخسيس بصفة خاصة. ليه بقول تجميل؟ لأن منتجات جو مش بس حققت نجاح للناس اللي عايزة تخس، لا كمان حققت نجاح مع الناس اللي عايزة تعمل ديتوكس وتنظف جسمها تماما من السموم والشوائب اللي ممكن طبعا تضر بالجسم والأجهزة الداخلية، زي الكلى، زي القولون، زي القلب، زي كمان الكبد، كل الحاجات دي. فتقدر منتجات جو بالإضافة إن هي بتخسس، كمان بتقدر إن هي تنظف جسمنا من أي شوائب، من أي impurities، من أي سموم موجودة في الجسم، وده الحقيقة السر في نجاح جو. وكمان منتجات جو كلها بتكون بتقوي المناعة. بتقوي المناعة يعني إيه؟ يعني بتقوي الجهاز المناعي للتصدي لأي فيروس أو أي بكتيريا منتشرة دلوقتي، أيا كان بقى بكتيريا أو بكتيريا اللي هي الأنواع المختلفة، الفيروس حتى فيروس كورونا أو فيروس كوفيد، بتقدر منتجات جو إن هي تقوي الجهاز المناعي وتتصدى لكل الفيروسات. يعني عشان كده بقول لكم ان هي مش بس في التخسيس، لا كمان في التجميل. بالاضافه طبعا ان منتجات جو كلها يا جماعه بتحسن جدا من صحه الشعر، بتتقل الشعر، بتوقف التساقط، وكمان بتحافظ جدا على نضاره البشره، لان فيها فيتامينات كتير متعدده ومينرالز اللي هي المعادن ومضادات اكسده، بتشتغل حلو جدا على صحه الشعر وصحه البشره، بالاضافه كمان لمكونات الصبار والكلوروفيل الاخضر. عايزه اقول لكم ان الصبار والكلوروفيل الاخضر الاثنين لوحدهم كده احنا بنديهم للناس اللي بتعاني من مشاكل تساقط الشعر، مشاكل هيشان الشعر، مشاكل ان الشعر خفيف او فيه فراغات، فبندي الصبار اللي هو الالوفيرا اللي تقريبا كلنا عارفينه. بس الصبار طبعا اللي بيبقى موجود في منتجات جو بيبقى مختلف شويه عن الصبار اللي بيبقى عند العطار، لانه بيبقى على درجه كبيره جدا من النقاء. دي نمره واحد. نمره اثنين ان هو بيكون معالج معالجه طبيه، بيبقى معاه شويه اضافات كده بتقوي الشعر وتوقف التساقط وتنعمه. بالنسبه للبشره بقى، الكلوروفيل الاخضر مليان يا جماعه بمضادات اكسده، بتشتغل على ان هي بتدي نضاره وحيويه للبشره، بتعالج لو عندكم هالات سودة، لو في اي مشاكل في البشره هنقدر بالكلوروفيل الاخضر اللي موجود في منتجات جو، وكمان الفيتامينات والمعادن المتعدده اللي موجوده في مجموعه جو تقدر تعالج اي مشاكل في البشره، من شحوب الوجه، من حتى التجاعيد كمان والهالات السودة، ولو في اي غمقان او بقع غامقه في الوش. علشان كده بقول دايما ان مجموعه منتجات جو هي مجموعه متكامله للعلاج لجميع او لمعظم المشاكل اللي بتصيبنا جميعا، سواء كان رجال، سيدات، او حتى اطفال. طبعا الجميل ان مجموعه جو كلها مرخصه من وزاره الصحه المصريه، وارجوكم يا جماعه استخدموا منتجات، لازم تشوفوا التراخيص بعينيكم، لان التراخيص دي من اهم الحاجات اللي بتبقى موجوده في اي منتج وبتدل على كفاءه وجوده المنتج. ما ينفعش ان انا استخدم منتج مش مرخص يسبب لي مشاكل كتيره ويسبب لي اثار جانبيه تعمل لي مشاكل. طبعا انا ببقى حريصه كل حلقه ان انا اعرفكم واوريكم بنفسكم التراخيص اللي موجوده قدامكم على الشاشه دلوقتي، التراخيص لاربع منتجات وهي مجموعه منتجات جو. الاربع تراخيص هتعرضوا قدامكم دلوقتي على الشاشه، تراخيص من وزاره الصحه المصريه زي ما حضرتك شايفينها قدامكم دلوقتي على الشاشه. الجميل طبعا في منتجات جو ما ننساش ان هي موجودة في كذا منفذ من منافذ البيع. الحقيقة ان شركة جو ما اكتفتش ابدا ان هي تعرض المنتجات بتاعتها بس في كبرى الصيدليات، لا كمان طبعا نظرا للضغط ونظرا ان الكميات بتخلص على طول في الصيدليات يعني بشكل مستمر، فعرضوا طبعا في منافذ بيع تانية كتيرة، من اهمها طبعا صفحة الفيسبوك اللي هتتعرض قدامكم دلوقتي على الشاشة، تقدروا تطلبوا دلوقتي من خلال صفحة الفيسبوك، وكمان الارقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة برضو بتقدروا تتواصلوا مع الفريق الطبي لمجموعة شركة جو. خلوا بالكم من معلومة مهمة جدا، ان الارقام وصفحة الفيسبوك، ركزوا، الارقام وصفحة الفيسبوك الاثنين هتاخدوا منتجات جو عليها خصم 35% اقل من السعر اللي موجود في الصيدلية. يعني اتصلوا اسألوا في الصيدلية منتجات جو بتتباع بكام، هتلاقوا لو اتصلتوا من الارقام اللي في الحلقة دي وكمان صفحة الفيسبوك هتاخدوا خصم 35% اقل من سعر الصيدلية. ده خصم طبعا خطير.
خطير لا يعوض، بس الكمية للأسف محدودة، فياريت إن شاء الله كله يلحق ياخد الخصم المنتجات جو. كمان منافذ البيع المختلفة لجو، احنا قلنا كبرى الصيدليات اللي موجودة في جميع محافظات مصر، قلنا من خلال أرقام دلوقتي هتاخدوا عليها خصم 35%، وكمان صفحة الفيسبوك. كمان عندنا منتجات جو موجودة في أكبر متاجر المكملات الغذائية، بس طبعا مش هعرف أقول أسماء، بس هي منتشرة جدا، كمان يعني منتشرة ومعروفة في جميع محافظات مصر. وكمان منتجات جو موجودة في أكبر مواقع الشراء الإلكتروني برضو معروفة، تدخلوا على الإنترنت في مواقع معينة معروفة بنقدر نشتري منها ونطلب منها منتجات جو المختلفة. منتجات جو عبارة عن الست أو المجموعة عبارة عن أربع منتجات، مش منتج واحد ولا اتنين ولا تلاتة، هم أربع منتجات في مجموعة جو. أولا عندي جو جرين كافي اللي هو مشروب القهوة الخضراء لجو، كمان عندي جو فايبرز اللي هو مشروب الألياف الطبيعية، وكمان عندي جو سليمينج هيربس اللي هو مشروب الأعشاب الطبيعية، وأكيد السكر الدايت اللي هو سكر ستيفيا. خلوا بالكم أن مجموعة جو كلها يا جماعة هي مجموعة بتتكون من منتجات طبيعية، مكونات طبيعية 100%، ما فيهاش أي حاجة كيميكالز داخلة أو مادة كيميائية ممكن تأثر على الجهاز العصبي تعمل لي مشاكل، ملهاش أي آثار جانبية، الصغير يقدر يستخدمها قبل الكبير. فخلينا طبعا بيقولوا لي في تقرير لدكتور ايمان عزيزه، تعالوا نخرج نشوف تقرير لدكتور ايمان عزيزه خبيره التغذيه العلاجيه والجلديه، بتتكلم ازاي على منتجات جو وقد ايه محققه نجاح كبير جدا جدا في عالم التجميل والتخسيس بصفه خاصه. تعالوا نطلع التقرير ونرجع لكم بعد التقرير، ابقوا معنا. أنا دكتورة إيمان عزيزة، أخصائية جلدية والتجميل بالليزر والتغذية العلاجية، والنهاردة جاية أقولك معلومة جديدة على الماشي مع جو. زي ما كلنا طبعا بنعمل أنظمة غذائية علشان نخس، طيب إحنا دلوقتي بنخس سواء كان دهون سواء كان عضلات سواء كان مية طبعا، فأكيد الفيتامينز اللي جسمنا كمان بتقل بالتبعية. أكيد عشان قادر نعوض الحاجات دي لازم ناخدها عن طريق إن أنا أخدها كمكملات غذائية، لأن أنا أكيد مش كل حاجة هتبقى موجودة في النظام الغذائي بصورتها الكافية. طبعاً منتجات جو اللي دعمت كل ده ودعمت كل الفيتامينز اللي مفترض إن كل الناس بتفقدها في منتجات بتاعتها زي الأعشاب وزي منتج الفايبر. طول ما انت بتاخد المنتجين دول فانت معوض كل الفيتامينز اللي بتفقد من جسمك أثناء النظام الغذائي، وبالتالي صحتك هتبقى أفضل وتعمل دايت أو نظام غذائي بصورة صحية. بأقل مجهود وفي أسرع وقت مع جو، البديل الطبيعي لعمليات تكميم المعدة. جو أول منتج تخسيس طبيعي بجد مرخص من وزارة الصحة، موجود في جميع الصيدليات. ورجعنا لكم بعد التقرير، وعايزين بقى طبعا انا قلت لكم الحلقه النهارده مليانه مفاجآت، فقرتنا دلوقتي هينورنا فيها سفراء جو، دكاتره من اهم دكاتره التغذيه في العالم العربي، وببقى سعيده جدا بوجودهم. هيبقى معانا دكتور حسام عبد العاطي، اخصائي ومحاضر التغذيه لذوي الامراض المزمنه. ازيك يا دكتور، منورنا. اهلا بيك. معانا كمان دكتوره ايمان فكري، صيدلانيه في احدى كبرى الصيدليات اللي موجوده في مصر. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو. الحمد لله. انتوا عاملين قلبان، جو عامله قلبان في كل السوق الحقيقه، وما بقابلش حد والله يا دكتور غير لما يكونوا جرب او ليهم تجربه مع منتجات جو، وبيقولوا لي قد ايه خسوا بشكل صحي من غير مشاكل في الشعر او في البشره او في حتى الاعضاء الداخليه، يعني حاجات كتيره اتحلت
مع جو، مش بس تخسيس كمان نفسه متحسن، الجسم اتنضف من السموم. فكلمنا بقى يا دكتور، عايزين نعرف منك ازاي منتجات جو قدرت تحقق المعادله الصعبه دي. اول حاجه ان شاء الله ان طبعا بعد الاسبوع اللي فات لحد النهارده في يعني كميه ناس كتير اتصلت وخدت الكورس، وان شاء الله هيبقى في هنعرض الريفيوز بتاعتهم في الاستخدام، الريفيوز بتاعتهم في النتيجه ان شاء الله هيتعرض الكلام ده في الفتره اللي جايه. ناس كتير استغلت العرض دي اول حاجه. تاني حاجه زي ما قلنا هو منتج مرخص من وزاره الصحه، منتج عشبي امن جدا، ليست سايد افكت، ما فيش سايد افكت خالص. بنستخدمه بالجايد لاينز لكذا قسم، قسم السمنه وفي قسم السمنه الرياضي اللي هم الناس اللي عايزين ينزلوا في الوزن ولكن بيتمرنوا في الجيم، وفي التغذيه الدواء الامراض المزمنه، لان السمنه بقى لما بتيجي بباكج الناس يبقى سمنه. ممكن اللي يطلب من البيشنت اصلا ان هو يخس بيبقى دكتور البطن او دكتور العظام او دكتور النساء يطلب منه ان هو يخسه، لولا الطلب ده ما كانش خس. فهيبقى جاي لك. اعتقد يا دكتور لما بيخسوا الامراض المصاحبه ليهم بالتبعيه بتقل، والا ما كانش دكتور البطن او دكتور النساء او دكتور العظام يطلب. يعني هو يبقى بيكتب المسكنات او بيكتب ادويه مؤقته ويقول لها انت حلك لما وزنك ينزل. لما وزنك ينزل كل اللي انت بتشتكي منه ده هيتحل، الخشونه، المشاكل التانيه. فدي حاجه تجبر البيشن نفسه ان هو لازم يتحول على اخصائي تغذيه يخس الوزن ده، ينزل بالفعل يصغر 20 سنه فيها، صحته ترجع، المفاصل ترجع تاني، الالم والعجز اللي هو كان فيه ده كله يروح، حتى علامات التقدم في السن برده كمان بتروح. تمام. طيب دكتور ايمان بقى عايزه اسالك على حاجه، بما انك انت خبره طويله في مجال الصيدليات طبعا، فكلمينا على نجاح مجموعه منتجات جو عندكم في الصيدليه، وايه الفرق ما بين منتجات جو الاربع منتجات مع اي منتج تخسيس اخر موجود عندك في الصيدليه؟ بصي، هو في البدايه احنا بنقول ان انا كل اللي يهمني راحه الكاستمر بتاعي لما بيدخل عندي. معظم المنتجات اللي موجوده في السوق بتبقى يا اما سكر دايت، يا اما بيكون عباره عن هيربس اللي هي الاعشاب اللي بندوبها وبيشربوها. لكن كون موجود ان يكون موجود عندي كورس كامل متكامل قادر ان هو يخسس في خلال شهر من لغايه 10 كيلو، دي حاجه بامان وفاعليه وحاجات طبيعيه 100%، دي حاجه بالنسبه لي يعتبر حاجة يعني رائعة في حد ذاتها. وجود الأربع منتجات بيكملوا بعض ده حاجة كويسة جدا بالنسبة بالنسبة للسعر مقارنة بالأسعار والخدمة اللي بتقدمها الشركة لوجود دكاترة متخصصين في موضوع التغذية بيتابعوا الدايت والأنواع الرجيم المختلفة اللي ماشيين بيه بالظبط كده. فطبعا الإقبال عليها بيبقى قوي جدا وكويس جدا، يعني أصبح ناس كثيرة جدا من الزباين عندنا بقت عباره عن ده اللايف ستايل، اللي عباره عن الروتين اليومي بتاعهم. سكرهم موجود، القهوه الجرين كوفي موجوده، المشروب السخن موجود، السكر بتاعهم اللي بينفع استخدامه في الحلويات وفي المشروبات بتاعتهم البارده والساخنه ده موجود. يعني انا بالنسبه لي شايفاه ان هو عباره عن يعني باكج متكامله. بالظبط، باكج متكامله بتسهل لي انا في موضوع البيع، يعني حاجه كويسه جدا والاقبال عليه حلو جدا. كمان الفيدباك بتاع الناس يهمني جدا، انا كصيدلانيه يهمني جدا الفيدباك بتاع الناس. بالظبط كده. النتيجه دي مهمه، هنتكلم اكيد عن الفيدباك. بس هنسالك بقى يا دكتور حسام على سؤال مهم قوي. انت طبعا بحكم شغلك ان انت محاضر تغذيه لذوي الامراض المزمنه، فعايزين نتكلم بقى الناس اللي عندها امراض مزمنه وعايزه تخس، هل منتجات جو هتصلح وتنفع مع الناس اللي عندها الامراض المزمنه وعايزين يخسوا؟ مظبوط. اول حاجه بس بالترتيب، هو مش ان هو متكامل في النقطه دي. يعني الكلام ده احنا عشان ننزل في الوزن احنا لازم ما نعديش عدد سعرات حراريه معينه. فلازم نقلل الاكل داخل. تاني حاجه ممكن يكون معدل الايض او الميتابوليزم نفسه هو اللي فيه مشكله. فاحنا لو قفلتي الباب الاولاني وسرعتي الاتجاه التاني هتلاقي معدل تخسيس سريع. عشان كده بقول لك ترانسفورميشن يعني بنحول حد من وزن كذا لوزن كذا في وقت قياسي جدا وشكل امن جدا ومظبوط. الشهيه تقل لو وكميه الاكل تقل بجو فايبر، والميتابوليزم يزيد بجو جرين كوفي، بعد والمود يتظبط بالسليمنج هيربس. ولو هنعمل مشروبات اللي هي المشروبات المزاجيه اللي اليوم لا يمكن يعدي الا بيها، زي مشروبات النسكافيه والشاي باللبن والحاجات زي كده، مشكلتها في التحليه بتاعتها، ساعتها نستخدم السكر اللي مع، لان دايما المشروبات المزاجيه دي على فكره
يعني بتعمل لنا مشكله. في ناس يومها مش هيعدي الا بالتيست المعين ده. المظبوط. فعشان توصل لو ما قلت له يشيل السكر خالص مش هيقبل. مش هشرب انا عايز سكر. فانتوا السكر ما نسيتوهوش تبع منتجات جو برضو، في سكر ستيفيا السكر الدايت ملوش طعم. بالظبط. طيب عايز اسالك بقى بالنسبه لمرضى النقرس ومرضى الكوليسترول العالي، فهل دول لو عايزين بيعانوا من سمنه او زياده وزن وعايزين يخسوا، فامن نستخدم منتجات جو معاهم؟ هو ده بقى الجانب الاهم اللي احنا المفروض نتكلم عنه في موضوع التخسيس، ان الموضوع مش بس موضوع نزول وزن، ده هو لازم نشوف الليبيد بروفايل بتاعه، تحليل الكوليسترول بتاعه، ال دي ال دراي كوليسترايدز، الدهون اللي هي الدهون الثلاثيه، الاتش دي ال، نشوف الملف الدهني بتاعه عشان هي دي صحه الدم. صحة الدم دي هي اللي هتخليه يكبر في السن حتى لو هو صغير في السن، يعني الفرق ما بينه واحدة عندها 60 سنة بس تديها مثلا هي 40 سنة، أصغر من سنها ب 40. صح. وحد تاني تلاقيه 35 سنة تديله أكبر من سنه كتير. سنة. على ما تاخدهم في السن، العجز، النهجان، التعب المبكر، سرعة الإرهاق، الكلام ده كله في فئة عمرية ثلاثينات. المشكلة كانت فين؟ أول حاجة صحة الدورة الدموية والدم والكبد. فطبعا يعني لما نيجي نتكلم عن مرضى الكبد احنا لازم نقلل الدهون على الكبد والمراحل بتاعه الدهون على الكبد. الكوكرين كوفي والفايبرز الاثنين دول بيقللوا الليبيد بروفايل بالفعل، بيقللوا الكوليسترول، بيقللوا الدهون اللي على الكبد، بيخلوا الجسم يميل ان هو يستخدم الدهون الثلاثيه او الاحماض الدهنيه كمصدر للطاقه الوقود. وهي فحاجه زي كده بتعزز انتاج الطاقه عنده، بتعزز الحيويه والنشاط عنده، وفي نفس الوقت بناخد الدهون دي نحولها لطاقه. صحيح. تمام. طيب يا دكتور ايمان عايز اسالك بقى، كنت كلمتيني على الانطباعات الهائله اللي محققاها منتجات جو مع النماذج اللي استخدمتها علشان تقاوم السيلوليت او تعالج السيلوليت اللي هي الناس اللي خست، وقلتي لي ان هو فعلا ما طلعش اي سيلوليت وما كانش في اي مشاكل في النقطه دي، فكلميني عليها. بصي، هو انا مبدئيا اول حاجه انا بالنسبه لي انا يعني مشيت فتره جدا على اللي هو السليمنج هيربس. السليمنج هيربس ده مشروب سخن بس يعني توليفه تجنن، يعني فعلا حقيقي توليفه تحفه من نعناع وشمر وحاجات يعني وبحبه البركه. يعني بصي انا بشربه وانام حقيقي، فعلا مهدئ جدا وبيساعد على الاسترخاء والنوم بشكل لطيف جدا جدا، يعني ممكن. حتى ده من الفيدباك برضو اللي لقيتها من عند ناس كتير جدا، ان هو الناس اللي بتجيلي ايوه ان انا نام كويس بالظبط، يعني لما اخدوا الباكج كده على بعض قالوا لي فعلا ده من الحاجات اللي انا بعتبره يعني صح فعلا. وهي حاجات كلها طبيعيه، يعني مش محتاجين بقى في ناس بتاخد ادويه علشان تنام، ده منتج طبيعي 100%. كلها حاجات طبيعيه، صبار وشمر بالظبط، ده احسن بكتير جدا، لان انا بخس بطريقه امنه سيف، ما بتسببليش مشاكل، ملوش دعوه خالص بالسي ان اس، ملوش دعوه بالجهاز العصبي المركزي، ملوش دعوه بالاحساس بالاكتئاب. يعني في ناس كتيره بتمشي على موضوع الدايت ده فترات وتيجي تقول لي والله يا دكتور انا حاسه ان انا مش في المود، مش متظبطه. هو مش بيعمل كده خالص، لان في ماده البكتين هي بتساعد على ان ده حاجه طبيعيه محفزه وبتحسن المود جدا، يعني بتحسن المزاج. كمان بالنسبه للسيلولايت، الناس كتير لما بتخس او بتخس يعني بشكل مثلا على فترات، طبعا اللي هي يعني هو بيخس تقريبا حوالي 10 كيلو في الشهر، فممكن على فترات طبعا ده لايف ستايل، بقول لك ناس كتير ماشيه عليه بشهور. فبيقولوا لي والله احنا لما خسينا كنا خايفين قوي من موضوع السيلولايت ان هو يطلع لنا في جسمنا نتيجه اختلاف الشكل والوزن. لا، ما حصلش معجون، ما كانش موجود. هو بس احنا عايزين نوضح السيلولايت يا جماعه، اللي هو قشر البرتقال بالعامي كده، لما الواحده بتخس بيبان اكتر في الارداف، ان بيبقى الجلد متعرق طالع نازل، فاحنا ده المقصود بيه بالسيلولايت، عشان طبعا في بعض الناس يعني مش هيقدروا يفهموا كلمه سيلولايت فوضحنا لهم. فده مع الخسسان، مع منتجات جو، مع نقص الوزن ما بيبقاش في سيلولايت، ما بيبقاش الجسم بيبقى مشدود، ما بيبقى زي كأنه منحوت، بيبقى مشدود، ما بيبقاش فيه اي تعرجات او ترهلات. فدي نقطه مهمه جدا الحقيقه، لان ومبهجه. يعني طبعًا. انا كواحده عايزه اخس، واحده ست عايزه تخس، هيبقى ايه يعني ايه الفكره؟ بالظبط. واحيانا كتير يا دكتور احيانا كتير قوي يا دكتور بشوف ناس او حالات بتخس بال 30 و40 كيلو بس بيبقى في الجسم ترهلات، بتعمل اللي هو الشكل اخليكي تخينه احسن. لا وبتضايق، يعني نفسيا بتضايق. لا ده ما حصلش مع منتجات جو، كل الفيدباك اللي جالي ما حصلش. المشكله ان هي لو الترهل ده اتساب لحد ما يخلص مرحله التخسيس مالهوش اي حل غير جراحه. بالظبط. مالهاش حل غير جراحه، فهي الحل فهو الحل كان يتعمل خلال مرحله التخسيس. صحه الكبد على فكره هي اهم حاجه في الموضوع ده، لان هتحسنيها هتحسني انتاج الكولاجين.
انتاج الكولاجين يعادل كتير من الافكت اللي احنا بنتكلم عنه. يعني حتى مشاكل الكبد الدهني، الناس اللي عندهم كبد دهني يقدروا يستخدموا منتجات جو بمنتهى الامان والفعاليه. والله مش عايز افاجئك ان الكبد الدهني المفروض ان هو كان ستيج 1، ساعتها بنقول ان هو يتشخص ان هو كبد دهني ويتكتب له ادويه. دلوقتي منظمه الصحه قالت ان الناس في البوبوليشن في الشرق الاوسط فاتي ليفر ستيج 1 من الدرجه الاولى بقى ده النورمال عند الناس. يعني احنا عايشين الفئات العمريه حتى الصغيره عشرينات وثلاثينات برضو عندهم الفاتي ليفر من الدرجه الاولى وعايشين مع ان دي حاجه المفروض ويشتكوا منها في السن المتقدمه في 50 سنه و60 سنه قدام. طيب يا دكتور ايمان، عايزين نسالك على انطباعك والفيدباك او الامبريشن، يعني او الانطباعات الهائله اللي محققاها منتجات جو عندكم في الصيدليه. كلمينا كده راي العملاء ايه؟ ما بقول لك، هو العملاء يعني مبسوطه جدا جدا من الكورس از على بعضه كده. حتى كلمني يا دكتور كمان عن الفايبر، يعني الفايبر ده في عمليه بنسميها بالونه المعده، ده مش محتاج خالص ان انا احط بالونه المعده دي نهائي، لان هو بيحسسني بالشبع بطريقه نورمال وبطريقه طبيعيه جدا وكاني بالظبط. يعني شوفي انا وفرت قد ايه، يعني انا بتكلم از ماني وايز على الكاستمر اللي داخل لي الزبوني، فانا كده وفرت له كتير. يعني حتى دي لا ده في كمان توفير اكتر عشان عاملين خصم 35% كمان. انت الصيدليات اكيد هتزعل شويه خالص كنت قلتي لي. هو الحقيقه ان منتجات جوم فاجئنا النهارده في حلقتنا يا جماعه ان هي عامله خصم 35% اقل من سعر الصيدليه لو اتصلتوا على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. معلش بقى يا دكتور، احنا بس عشان الحلقه كده اكسكلوسيف لمنتجات جوم، فالخصم طبعا زي ما قلت لكم على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، خصم 35% سعر اقل من السعر اللي موجود في الصيدليه من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم بس على الشاشه. وكمان صفحه الفيسبوك، اكيد الناس اللي هي مكسله تتصل فممكن كمان صفحه الفيسبوك بتبعتوا رسائل على الصفحه بتطلبوا منتجات جو بتوصلكم برده بخصم 35% لحد باب البيت. طبعا منتجات جو كلها هي عباره عن مكونات طبيعيه 100% وملهاش اي اثار جانبيه او اي اضرار او اي سايد افكتس. وطبعا التراخيص زي ما انتم شايفين معروضه دلوقتي على الشاشه، لان منتجات جو هم اربع منتجات وهيتعرض قدامكم اربع تراخيص من وزاره الصحه المصريه. ودي اهم حاجه، ان التراخيص طبعا معروضه اهي قدامكم على الشاشه، ان المنتجات كلها مترخصه من وزاره الصحه المصريه، وده طبعا بيدل على منتهى الامان والفعاليه وان ملهاش اي اثار جانبيه اطلاقا. هنخرج فاصل ولا لسه مكملين؟ طيب عايزين نسألك بقى يا دكتور على بالنسبة لمرضى الضغط والسكر. طبعا ناس كتير عندهم ضغط وسكر عايزين يخسوا، فعايزين يستخدموا جو، فهل ممكن يستخدموا منتجات جو؟ تمام، ناخد بترتيب بس مرضى السكر. في السكر النوع الأولاني والسكر النوع الثاني. خلينا نتكلم عن السكر النوع الثاني، اللي 90% من مرضى السكر هم سكر من النوع الثاني. النوع الثاني هي يعني بنقول باختصار تعريفه مقاومة الأنسولين، إن اللي بيحصل أنت النمط الغذائي اللي أنت عايش عليه بيربي مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين دي حاجة نسبية، هتزيد 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 لحد ما أنت هتقابلها في سن 45 سنة فيما فوق. يعني قبل كده كان سن المعاش كان 60 سنة عشان ده السن اللي بيتطور فيه الأمراض المزمنة. أيوه تمام. لكن حسابيا دلوقتي وإحصائيا الأمراض المزمنة بتتطور عند سن 48 سنة. يعني المفروض سن المعاش ده ينزل. تمام. فالسكر من النوع الثاني المقاومه للانسولين دي هي حاجه زي ما بتزيد حاجه نقدر نقللها. تمام. قلل كميه الدهون اللي جسمك بيكونها من اصل كربوهيدرات او من اصل سكريات. قلل اللايبوتوكسيستي اللي هي ان دمك يبقى مليان احماض دهنيه كتير والليبيد بروفايل عالي والكوليسترول عالي. قلل الاثنين دول اوتوماتيك مقاومه الانسولين هتقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن حد بعد كده جرعات ادويه السكر بتاعته تقل الاجابه، لكن دي بتبقى صلاحيه دكتور الباطنه. عشان كده المفروض البروتوكول دلوقتي في مقاومه الانسولين ان هو يبقى ماشي على ادويه السكر تمام، وفي نفس الوقت ماشي على السبلمنتس والحاجات اللي بتقلل الليبيد بروفايل. الاثنين دول مع بعض هيقللوا جرعات السكر اللي هو بياخدها وتقل مقاومه الانسولين. تمام. طيب عايزه بس اسالك سؤال اخير يا دكتور ايمان، بالنسبه لقشور السيليوم اللي موجوده في منتجات جو. طبعا قشور السيليوم من اهم المكونات اللي بتعمل ليها فعاليه كبيره جدا في التخسير
التخسيس. فكلمينا بقى على اهميه قشور السيام في التخسيس. هي طبعا بتعمل احساس بالشبع بطريقه طبيعيه في المعده نفسها. ودي حاجه تعتبر سيف جدا وامنه جدا. ان هي بتحسسني بالشبع من غير ما تاثر على مركز الشبع اللي في المخ. ودي بقول لك ما بتجيبش بقى اكتئاب وما بتجيبش ملهاش اي اضرار خالص خالص خالص. دي كمان بتستخدم للولاد اللي هم عندهم شويه اوبيسيتي، عندهم شويه شراهه للاكل والسمنه. وكمان عندي حاجه حلوه يعني برضو حته السكر اللي هو الستيفيا، مش اسبرتام ولا هو سكرين. علشان الناس بس بتقلق قوي من الموضوع هو ده. لا هو ستيفيا امن جدا ولكل انواع الدايت. طيب بشكركم، بس احنا هنرجع تاني مكملين بعد الفاصل. تعالوا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع لكم ونكمل مع الدكاتره سفراء جول اللي منوريني، دكتور حسام عبد العاطي اخصائي ومحاضر تغذيه ذوي الامراض المزمنه، ودكتوره ايمان فكري صيدلانيه في احد كبرى سلسله الصيدليات الموجوده في مصر. نخرج فاصل ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم بعد التقرير ومنورنا الدكاتره الجمال سفراء جوه. عايزه اسالك بقى يا دكتور حسام على نقطه مهمه قوي. بالنسبه للاطفال اللي بيعانوا من السمنه، هل امن ليهم منتجات جو؟ مظبوط. هو منتج واحد بس اللي بنقول ان هو يستخدم بعد ما يعدي ال 17 سنه. اما بقيه المنتجات ما فيش مشكله، امنه جدا، ولكن ممكن نغير الدوز بتاعتها. يعني جو فايبر للاطفال اللي عندهم شراهه في الاكل او شراهه عضويه في الاكل، ساعتها ممكن زي ما قلنا البروتوكول بتاعنا، احنا عايزين نوصل المعده ان هي تتملي بنسبه 60%. لو وصلتيها 60% هو هيقعد على الاكل، هياكل حاجه بسيطه جدا، بعد كده هيقوم ويفضل حاسس بالشبع مده طويله جدا، بعديها توصل لحد ميعاد الوجبه اللي بعديها، يبقى انت خلاص قفلتي الباب ده. تمام. وعلى فكره استجابه الاطفال في استجابه الاطفال في التخسيس وفي السن ونزول الوزن في منتهى الجمال اسرع بتهيألي من كمان الكبار. اكيد، لان استجابه الجسم اصلا بتبقى لاي مكون من المكونات الطبيعيه بيبقى اسرع واقوى. ولسه الكبد عندهم ما شافش اللي احنا شفناه. ايوه صح. فساعتها هيبقى بياخد نصف كيس مع برضو كوبايتين ميه قبل الوجبه بنص ساعه. استنى النص ساعه دي، بعد كده ابدا كل، هتلاقي الايفكت اللي احنا بنتكلم عنه. ممتاز. طيب انا عارفه طبعا يا دكتور ايمان ان منتجات جو كمان بتشتغل على تنظيف الجسم من السموم، من الشوايب، من الحاجات اللي ممكن او الامبيوريتيز اللي ممكن تاثر على اجهزه الجسم المختلفه، زي الكبد، زي الكلى، زي القلب، زي الامعاء، زي القولون. فكلمينا ازاي منتجات جو بتقدر تعمل الديتوكسيفيكيشن او تنقيه الجسم من السموم. اولا انت عارفه كله عباره عن حاجات طبيعيه 100%، وفيها طبعا الصبار وفيتامين سي، ودول يعتبروا انتي اوكسيدنت بنسموها مضادات الاكسده. أيوة. اللي هي بتساعد على تحسين البشره والجلد مع الوقت. طبعا انت عارفه احنا بنصرف قد ايه. الناس الستات بقى طبعا بيخشوا عندي صيدليه، اديني وش. أيوة. واديني كريم واديني ايد للايد وش. دلوقتي عاملين كريمات كمان ديتوكسيفيكيشن للوش كمان. بالظبط. وكلها بمبالغ على فكره. فانا ممكن بالديلي روتين بتاعي اوصل نفس الفكره ونفس الاداء. انا شايفه كده يعني ان هي حاجه بالظبط. يعني عندك كلها حاجات موجوده، كلها نفس الـ يعني الاساسيات موجوده فيهم كلهم، ان هم كلهم فيهم مضادات اكسده. كلهم الاربع منتجات فيهم مضادات اكسده. فبالتالي بتحسن من طبعا بتنقي الجسم والجسم بالوقت من الشوائب والسموم اللي فيه. وفي نفس الوقت بتحسن بقى من الشعر والوش والايدين وكل حاجه. يعني نقدر نقول ان منتجات جو بتقدر ان هي تشتغل على الجسم من بره وجوه. يعني بتنظف الاجهزه الداخليه من الحاجات الاورجنز او الامعاء والقولون والقلب والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، وكمان بشرتنا وشعرنا، وتقدر تديهم الصحه والنضاره. طبعا يعني هل محتاجين ان احنا نشرح ايه مضادات الاكسده؟ يمكن الناس بتسمع عن الكلمه دي كتير جدا جدا. مضادات اكسده، مضادات اكسده. في ناس كتير ممكن ما تبقاش عارفه اهميتها. مضادات الاكسده على فكره هي حاجه في منتهى الاهميه وحاجه اساسيه. لما هتعرف هي بتشتغل ازاي هتفهم. في حاجه اسمها مركبات الفري راديكالز او الشوارد الحره. الشوارد الحره دي بتبقى مركبات غير مستقره كيميائيا. بتيجي منين؟ واحنا في المدن بتيجي محولنا من كل حته، عوادم السيارات، الابخره، الدخان، الاشعاع، كل حاجه حوالينا بتطلع الفري راديكالز. احنا بنستنشق وعايشين وسط الفري راديكالز دي طول الوقت. هي مركبات نشطه كيميائيا ولكن سامه. فلما بتخش هتبقى عايزه تتفاعل مع اول حاجه تقابلها جوه الجسم. والتفاعل ده هيغير الخواص الكيميائيه لوات ايفر اي حاجه هي هتتفاعل معاها.
اهو مضاد الاكسده ده كل اللي هو بيعمله ان هو يقوم واخد الفري راديكلز دي بالحضن يتفاعل معه هو ويطلع معه هو ويحفظ الجسم والخلايا بتاعتك من اي تفاعل تاني. ممتاز. طب التفاعلات التانية دي كانت ممكن تعمل ايه؟ شوف بقى الحاجات التانية ما بين التغيرات السرطانية. التغير السرطاني ده ميوتيشن طبعا بيحصل من كده. علامات تقدم في السن، قصور وظائف الكبد، الحاجات اللي زي كده. عشان كده حتى التجاعيد يا دكتور برضه التجاعيد واللاينز او الخطوط اللي موجودة في الوش دي برضه من الفري راديكلز او الشوارد الحرة. فمعنى وجود مضادات اكسدة في منتجات جو زي ما قلنا كمان بيعالج التجاعيد وبيحسن من صحة الشعر والبشرة، بالاضافة طبعا انه بيعالج بيحسن من صحه الاجزاء والاورجنز الداخليه او الانترنال صحه الدم صحه الاعضاء كمان. اعتقد الرياضيين برضو بيستخدموا يعني حلو قوي الرياضيين. خليك انت في الصيدليه اكيد انا ده طبعا انا واحده من الناس قبل الجيم لازم اخد لي يعني انا بقول لك يعني لازم اخد لي واحد كده قبل حلو قوي ممتاز. معانا كمان مداخلات. ايوه مدام سعاد ازيك؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مدام سعاد؟ الحمد لله تمام. اخباركم؟ اخبارك طيبين. ايه منورانا ده نوركم ده منوران الشاشه حبيبتي. قولي لي بتكلمينا من فين يا مدام سعاد؟ من المنصوره. اهلا بيكي. اهلا بيكي واهلا بكل اهل المنصوره. لو سمحتي يا دكتور انا عندي استفسار واحد بس. اتفضلي. انا دلوقتي انا رحت الصيدليه وشفت منتج جودو بس انا مش عارفه هو بتاع ايه، فهو منتج ايه بالظبط؟ وانا انا وزني زايد جدا. خلاص يا دكتورة إيمان بقى صيدلانية في إحدى كبرى سلاسل الصيدليات اللي موجودة في مصر، هتوضح لك بقى الموضوع وهتوضح لك منتجات جول اللي احنا بنتكلم عليها هي عبارة عن إيه وبتشتغل إزاي. اتفضلي بقى يا دكتورة إيمان. منتجات هو دلوقتي المنتجات ده عبارة عن يا إما بناخده فرادة يا إما بناخده كورس على بعضه. أنا أفضل يعني وافة وعارفة الفيدباك إن هو بتاخد الكورس على بعضه، لأن الشركة كمان بتوفر يعني دكاترة التغذية مسؤولة عن يعني بتتابع كمان بالظبط كده بتواصل طبعا بالظبط. وفي بس نقطة عايزة أقولها يا دكتور إيمان، إن أي علبة يا جماعة هتفتحوها من منتجات جو هي جواها الأرقام اللي هتقدروا تتواصلوا بيها مع الفريق الطبي لمجموعة جو. يعني أول ما بفتح العلبة أهو زي ما أنتوا شايفين كده أهو في الورقه دي بيبقى فيها الارقام، ارقام الفريق الطبي اللي بيكون من دكاتره تغذيه. يا جماعه ما هماش خبراء تغذيه، دكاتره تغذيه من المجال الطبي سواء كان طب او صيدله او اي شهادات طبيه هي اللي بتتواصل مع الحاله، وكل حاله بيبقى ليها النظام الغذائي بتاعها وليها المتابعه الفرديه ليها، وبنعرف بقى هي خست قد ايه. طبعا الدكاتره بيقدروا يتواصلوا مع الحاله كل اسبوع 10 ايام. وكمان في مفاجاه انه اي حد بياخد منتجات جو يا جماعه بيبقى ليهم متابعة مرة في الشهر مع أحد العيادات. طبعا بتتواصلوا مع الفريق الطبي وهم بقى بيقولوا لكم اسم إيه العيادة، بتبقى مجانا من غير أي فلوس زيادة، بس منتجات جو فقط لا غير. تمام. هي بقى الفايبر ده احنا بنستخدمه، الباكيت هو عبارة عن لو جينا نشوف كده عبارة عن 30 ساشت موجودة 30 ظرف كده وبناخده. ده الفايبر ديت بتكون بتملى في البطن، يعني هي بتملى المفروض ان هي بتعمل زي مايكرو فايبر بالون، بتعمل زي البالون كده، بتحصل احساس بالشبع، بتحط على نص كوبايه ميه. طب ما تعملها لنا بقى يا دكتور. ماشي يلا. ادي نص كوبايه الميه اهي. تمام. نص كوبايه ميه. اوكي. دي ميه ساقعه. الميه بتبقى ساقعه. بتبقى ميه ساقعه. اوكي. وبعدين بنقلبه. دلوقتي المفروض ان هو بعد ما يتقلب ريحته جميله قوي يتشرب. حلو قوي. لو اتساب يعني بيتشرب ده يتشرب على طول هيعمل المنظر اللي هتشوفه كمان 5 دقايق. ده بيتشرب على طول. يعني مجرد ما بيدوب الكيس في نص كوبايه ميه بارده يتشرب على طول بعد ما نحضره يا جماعه بسرعه. وقبل الاكل بنص ساعه قبل الغداء يعني قبل من الغداء قبل نص ساعه بتحس بالامتلاء يعني تمام بتاكل الاكل. هو الجميل ان منتجات جو يعني انتوا عاملين حسابكم انه قبل الفطار في حاجه هتتاخد، قبل الغداء في حاجه هتتاخد، وبعد العشاء او قبل النوم في حاجه قبل النوم. يعني 3 وجبات معاها مجموعه جو طبعا بالاضافه للسكر الدايت. طيب انا حابه برضو عايزه اشوف اوري انا هحاول اجيبها هنا وتوروا لنا بس الالياف، انا حابه ان هم يشوفوا الالياف كده يعني الثقيله اهي هي هتتقل زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهي
دي عبارة عن ألياف طبيعية 100%، زي ما انتم شايفين تقلت شوية وبعد شوية أكتر هتتقل أكتر. الألياف دي بقى هي اللي بتملأ المعدة تماما وبتحسسكم بالشبع لفترة طويلة، وكمان بتعلي من معدل حرق الجسم للدهون أو بتعلي من عملية التمثيل الغذائي. فأي حد عنده وزن زيادة هنقدر بجو فايبر اللي هي زي ما دكتور إيمان بتقول قبل الوجبة الرئيسية إن هي تملى المعدة تماما علشان نقدر إن احنا نحس بالشبع بنسبة 100%. كمان بتعلي من معدل حرق الجسم للدهون، أي دهون في الجسم هتتحرق أو البول وتخرج بره الجسم، فبالتالي الوزن هيقل. فطيب نرجع لك بقى يا دكتور. تمام، هما بيقولوا لي لازم نطلع تقرير دلوقتي، كان نفسي طبعا نكمل بقيه الحاجات، بس ان شاء الله حلقاتنا جايه كتير. حابه بس اقول لكم ان جو جرين كافي مع جو فايبرز وجو سليمنج هيربس الثلاثه عباره عن ساشيتس اكياس بتتدوب على كوبايه ميه، بندوبهم كويس قوي، وبناخد طبعا زي ما قلت لكم الجو جرين كافي قبل الفطار بنص ساعه، الجو فايبر بتبقى قبل الوجبه الرئيسيه اللي هي الغداء. الفايبر اللي انا وريته لكم ده الثقيل ده اللي مليان الياف عشان يسد طبعا الشهيه، والجو سليمنج هيربس اللي قلنا عليها بعد النوم، بعد قبل النوم مباشرة أو بعد العشاء. بشكركم طبعا، شكرا جزيلا. بشكر دكتور حسام عبد العاطي أخصائي ومحاضر تغذية ذوي الأمراض المزمنة، نورتنا يا دكتور. بشكر دكتورة إيمان فكري صيدلانية طبعا، ونورتينا يا دكتور إيمان. إن شاء الله حلقاتنا جاية كتير ونتكلم مع بعض على منتجات جو والنجاح اللي أنتم حققينه الصراحة في المنتجات. ميرسي قوي، بشكركم، شكرا جزيلا. تعالوا نطلع تقرير ونرجع لكم بعد التقرير، ومعانا بقى فقره قويه جدا جدا. الحقيقه انا سعيده جدا وفخوره جدا بوجود القامه العلميه المتميزه دكتور علي عبد القادر استشاري جراحه الاورام والمناظير، هيكون منورنا في الفقره الجايه. انتظرونا، فقره قويه جدا. اسمي طارق منير، اول مره اجرب كورس مع فريق متخصص وحاسس انه هينجح المره دي لانه عندي غل انه ينجح. بنتي ما شاء الله طفله حركيه بتحب لعب ونشيطه وتحب بابا يلعب معاها. لما بنتك بقى عايزه تلعب معاك انت بتيجي تجري وراها في الشقه او تجري وراها في مكان اوت دور تتعب، بس بتضطر ان انت تدوس على نفسك وتضطر ان انت ما تبينش الاجني اللي عليك اساسا ان انت بتعيش احسن ايام عمرك اللي انت المفروض تعيشها من حاجه 20 سنه مع بنتك. ملهاش ذنب ان انت مليان. جربت مره في التسعينات، نزلت خلال سنه ونص نزلت حوالي 40 45 كيلو، بس دي اثرت عليا قوي. كنت وزني 105 نزلت لغايه 69 كيلو. فعلا الواحد جرب قبل كده قبل الجواز ان هو كان يخسس نفسه او يضغط على نفسه انه يخش شجر، بيجي لك نوع من الاكتئاب اساسا ان انت تشرب كافيين كتير عشان طبيعه الشغل وقهوه ونسكافيه وشاي. لما بتحط حاجات اللي هي السويتنز دي بتمرر الموضوع، بتبقى تجربة مش لطيفة مع حتة ان انت تاكل اكل مسلوق، مع حتة ان انت ما بقتش تاكل دي القمح، او مثلا بتاخدش عيش خالص بتاكل على طول، او بطلت طبعا تاكل معلبات. وانا كنت من النوع بحب التونة. التجربة بتاعت بنتي خلتني كمان ان انا كان مفروض ان انا كنت افتكر ان انا كنت نزلت 25 او 26 كيلو خلال بضع شهور قضيتها خلال تجربتي في البي بي سي في لندن. انا متحمس ليها ومتحمس ان انا انجحها، ودي رقصتي الاخيره يعني، ومستعد للتحدي، ويا ريت تكونوا على نفس المستوى عشان انا فعلا حابب يكون في حد متخصص معايا بدل الهراء اللي انا كنت بعمله ان انا كنت باجي بنزل 15 16 كيلو ابقى فرحان، بعد فتره بلوز انترست ما بروحش في الجيم، ما استغلش اللي انا بعمله ده لان ما كانش في حد متخصص معايا. المره دي في حد متخصص معايا، فاتمنى انه يبقى في انجاز على الارض اقدر ان انا ابني عليه، لان انا ناوي انزل لوزن 85 كيلو. انا جاهز للتحدي مع كورس جو. أسرع وقت مع جو، البديل الطبيعي لعمليات تكميم المعدة. جو أول منتج تخسيس طبيعي بجد مرخص من وزارة الصحة، موجود في جميع الصيدليات.
ورجعنا لكم من تاني. وزي ما قلت لكم الفقره دي فقره مميزه جدا جدا وسعيده جدا بوجود دكتور علي عبد القادر استشاري جراحه الاورام والمناظير. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طبعا انا سعيده جدا وفخوره جدا حضرتك معانا النهارده، وحابه بقى طبعا استفيد من حضرتك ومن معلوماتك طبعا الفياضه، على تكلمنا على مخاطر السمنه بصفه عامه وعلاقتها بالاورام. هو حضرتك اولا من ضمن المشاكل اللي هي بتاع المدنيه الحديثه انه زاد معدلات اكل الفود المصنع او الاكل المصنع والمنتجات الغذائيه الغير صحيه، وده كان باضافه طعم للاكل مثير للصغيرين في السن بالذات والاطفال، وطعم مختلف عن اللي الناس اتعودت عليه وشكل في تقديمه مبهر، وبالتالي الناس بدأت تنطلق فيه وتزود منه، وده أصاب وهو عبارة عن أغلبه دهون، لأن حضرتك الدهون هي اللي مسؤولة عن الطعم في الأكل. وبالتالي كل ما معدلات الدهون دي بتزيد بيعمل طعم أكتر، التيست بتاعه أحلى وأجمل بالنسبة للي بياكل، وبيخلي الناس تاكل أكتر، وفي نفس الوقت بتصاب بالأمراض اللي هي أهمها السمنة، لما لها من مخاطر جامدة جدا على المرضى المصابين بها. احنا بنعتبرهم مرضى. طيب بالنسبة لمرض السمنة زي ما حضرتك بتقول طبعا ان هو بيعتبر مرض، هل هو بيعتبر سبب من الأسباب للإصابة بالأورام؟ هو في علاقة مباشرة. في أبحاث كتير جدا أثبتت بما لا يدع مجال للشك زي ما بنقول أن هي في علاقة مباشرة طبعا، من أهمها في الستات اللي هو الكانسر البريست الثدي. سرطان الثدي وجدوا أنه في معدلات زيادة جدا من الإصابة بتبقى في الستات البدينة أو اللي بتتناول كمية أكبر من الدهون. ده مش معناه أنه يحصل للستات البدينة بس، لكن ممكن يحصل في أي حد، إنما ست البدينة أو اللي عندها سمنة بتبقى معرضة أكتر للإصابة بالمرض سرطان الثدي. بالإضافة إلى سرطان بقى المريء وسرطان الكبد وسرطان الكلى وسرطان كل الحاجات والمعدة، كل الأمراض دي في الأبحاث الحديثة بان إنها لها علاقة مباشرة بزيادة المعدلات الإصابة بالكانسر في المرض ده نتيجة الناس المصابين أو المعدلات السمنة الزيادة عند بعض المصابين. طيب عايز أكلم حضرتك على مرضى السرطان، منتجات جو بنستخدمها للديتوكس أو لتنظيف الجسم من السموم لمرضى السرطان، فكلمنا يا دكتور على النقطة دي. هو حضرتك الأول يعني تنقية الجسم من المواد اللي هي المسرطنة والسامة، أنا الحقيقة لي مبدأ فيها ونصيحة نحب نقولها للسادة المشاهدين عشان يبقى كل واحد عارف هو المفروض سأل نفسه أخد قد إيه من المواد المضادة للأكسدة ومضادة لانتشار السرطانات والأورام كل يوم. هو يسأل نفسه أخد قد إيه من الحاجة دي. الحاجات دي في منها منتجات طبيعية، كل ما نقرب للطبيعة أكتر كل ما نبعد عن الأورام والحاجات الخبيثة. يبقى ده يعني علاقة، دي معلومة كده لازم معلومة نبقى نستخدم الحاجات الطبيعية، نقرب للحاجات الطبيعية. كل ما هو منتج من الأرض ولونه أخضر زي الخضروات وزي الفاكهة والحاجات دي، كل ما هو محتوي على كمية أكبر من المضادات الأكسدة اللي بتساعد الجسم ان هو يتفادى او يتخلص من تأثيرات المواد اللي ممكن تدخل بقى الجسم بصورة معروفة او مش معروفة، والتعرض لها ممكن يسبب كانسر. علشان كده بتتحط في بعض الأدوية، في بعض المنتجات بنضيف حاجات تعمل مضادات للأكسدة، بحيث انها كل واحد حسب دوره. في مضادات للأكسدة بتبقى فيتامينات، في مضادات للأكسدة منتجات معينة بتقلل الوزن وتحافظ على ان الإنسان ما يصابش بالسمنة، وبالتالي يبقى النتيجة بتاعته أحسن والوقاية عنده من الأورام بتبقى معدلات كويسة جداً.
تمام. وهي طبعا مجموعة جو يا جماعة بالأربع منتجات بتوعها، هي عبارة عن مكونات طبيعية 100%، بتشتغل طبعا زي ما قلنا على الديتوكس، تنظيف الجسم من السموم، بالإضافة إلى إن هي طبعا بتزود من المناعة بتاعة الجسم وبتخسس. طبعا منتجات جو كمجموعة كاملة زي ما قلنا بتخسس من غير أي نظام غذائي حوالي 10 كيلو في الشهر، ودي طبعا نسبة كبيرة جدا. وعاملين النهاردة خصم على منتجات جو من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، هتتصلوا من خلال الأرقام هيوصلكم المنتجات لحد باب البيت بخصم 35%، سعر أقل من سعر الصيدلية، وده على كمية محدودة جدا جدا، وفي خلال الحلقة من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. طيب أرجع لك بقى يا دكتور، وعايز أكلم حضرتك مع أخطار، أو إحنا زي ما قلنا في الفترة الأخيرة صنف مرض أو السمنة كأنها مرض، لأنها من أكثر الأمراض شيوعا دلوقتي في عالمنا العربي، وليها مخاطر كتيرة، وفي أمراض تانية بتندرج تحت مرض السمنة، فكلمنا على الأمراض دي يا دكتور. أولا هو السمنة وزيادة كتلة الجسم العامة بتمثل عبء على القلب والأوعية الدموية. تمام. يعني كمية الدهون الزيادة اللي موجودة تحت الجلد دي لازم لها أوعية دموية عشان توصل لها الدم وتوصل التغذية للجسم. تمام. وبالتالي بتأثر على كفاءة القلب. أيوة. وعلى كفاءة الأوعية الدموية، مما يصيب من أغلب الناس بيهم، بيبقى عندهم ارتفاع ضغط الدم. أيوة. وإصابة بأمراض القلب. تاني حاجة إن كمية الدهون الزيادة دي بتبقى مقدار تفاعلها مع الدورة الدموية في الجسم ومع استهلاك الطاقة ومع إنتاج الإنسولين وتأثير الإنسولين عليها بيبقى معدلات أقل. أيوة. فبتصيب الناس كمان بالسكر. وبالتالي في مرضين من أمراض العصر مهمين جدا، هم ضغط الدم والسكري، اللي هو المول السكري. أيوة. أو السكر. أيوة. في الدم. دول من أحد الأسباب المباشرة اللي السمنة بتتعرض ليهم. وسيبك بقى من أو لو يعني ما نغفلش كمان دور السمنة في الإصابة بآلام المفاصل ومشاكل التهابات المفاصل اللي طبعا كلنا بنعاني منها دلوقتي. أيوة. حاليا، لأن الشخص ده بيبقى شايل وزن زيادة وماشي بيه على ركبه اللي شايلاه، وهو أصلا ملوش لازمة، ممكن بالضبط على المدى البعيد عاوز أغير مفصل، عاوز أعمل العلاج، عاوز أعمل حقن، عاوز أعمل حاجة، فبيدخل المريض في مشاكل هو في غنى عنها أصلا لو كان محافظ على وزنه الطبيعي ومحافظ على العلاج. طيب هستأذن حضرتك يا دكتور. نعم. نطلع فاصل سريع ونرجع تاني. هنطلع فاصل سريع جدا جدا ونرجع لكم بعد الفاصل، انتظرونا. بعد الفاصل ومعايا ومنورني دكتور علي عبد القادر، استشاري الجراحة العامة والأورام والمناظير، منورنا يا دكتور. وكنت عايزة بقى أسأل حضرتك على نقطة مهمة جدا بالنسبة لي، احنا نسمع ان السمنة ممكن تسبب سرطان المعدة والكبد، فهل الكلام ده صحيح؟ يعني هو بنسبة كبيرة جدا صحيح، لان هي كلها دراسات أثبتت أن معدلات الناس اللي هم أو الكانسر في المعدة وفي الكبد والقنوات الصفراوية بتبقى أكتر جدا من في الناس اللي هم عندهم سمنة أو المصابين بالسمنة من الناس العادية اللي وزنهم مظبوط أو في الرينج الطبيعي. لو اتكلمنا عن الكبد والعصارة الصفراوية، هي المسؤولة عن هضم الدهون. أي. فلو ما حصلش هضم للدهون دي هيبدأ يحصل مشكلة في كل الجهاز الهضمي، سواء كان أمعاء دقيقة، معدة، إثنى عشر، وقولون، كل ده بيحصل فيه انتفاخات وإمساك وألام ومغص ومشاكل. لما يبقى فيه كمية الدهون كتيرة، سواء كان في الأكل أو في الجسم، اللي مسؤول عن تنظيف الدهون دي وتحويلها من انها تروح على تبقى شكل دهون تحت الجلد، او انها تعكس، يعني الجسم احتاجها فنزلت،
بتزود عمل الكبد والعصارة الصفراوية بصورة عالية جدا. وبالتالي بيبقى في إرهاق في شغل الكبد والعصارة الصفراوية والمرارة. يعني الكبد بيتعب كده باللغة العامية بتاعتنا، الكبد بيتعب من كتر الدهون اللي داخلاله فبيحصل له مشاكل جدا. لأن حتى يمكن مصطلح جديد علينا في السونار دلوقتي، تلاقي كل اللي راح عمل سونار يقول لك عنده دهون على الكبد. وده مصطلح منتشر جدا دلوقتي. ليه؟ لان الدهون دي بتنتشر في كل الجسم. اي مكان ينفع فيه يتخزن دهون طالما زادت واصيب المريض بالسمنه بيروح فيه يبقى دهون. الدهون دي بتمثل عائق كبير جدا في الهضم، علاوه على انها بتطلع مواد سامه. لما الخليه الدهنيه دي عمرها بينتهي بتطلع مواد معينه عشان تهضمها وتشيلها تاكلها، تطلعها عن طريق الكلى مثلا او عن طريق الكبد عن طريق القولون. وبالتالي الكميه بتبقى كتيره جدا، ممكن تصيب ب او تعتبر مسببات سرطانيه. طب معانا مداخله يا دكتور. معانا استاذ طارق. يا استاذ طارق. ايوه صباح الخير. اخبارك ايه؟ صباح الفل. ايه الاخبار؟ صباح الخير ليك والدكتور علي ولكل المشاهدين. اهلا بيك، اهلا وسهلا، منورنا يا استاذ طارق. ربنا يخليك. اهلا بيك، اتفضل. هو حضرتك اوروبا مع منتجات جو؟ ايوه. يعني هي في البدايه انا بصراحه كنت خايف وما اضحكش عليكم، انه يعني قلت ايه محتاجه بقى التزام، وانت عارفه حضرتك احنا عادتنا الغذائيه نفسها عشان اتكونت على مدار سنين عشان تتصلح. أيوة. المنتجات اللي هي بالنسبه للقهوه وبعد كده الالياف في نص اليوم وبتاخدها قبل الغداء وبعدين بتختم بالهربس او الاعشاب في اخر اليوم. هو صوره استاذ طارق معانا برضو، معلش يا استاذ طارق على قطع حضرتك، هو صوره استاذ طارق معانا اهي قبل وبعد استخدام منتجات جو. طبعا ده انجاز، انا احييك يا استاذ طارق على الانجاز الرائع اللي انت محققه مع منتجات جو. 10 كيلو في شهر ولسه يعني ما شاء الله مستمر ومكمل. ممتاز. طب انا عايز اسالك بقى يا استاذ طارق، هل حسيت باي اعراض زي الصداع زي الاكتئاب زي مثلا مشاكل في الشعر او في البشره مع استخدامك لمنتجات جو ونزولك 10 كيلو في الشهر؟ بص حياتك، هو موضوع الاكتئاب هو الحاجه الوحيده، مش كانش اكتئاب، هو كان قصه ان انت الوقت اللي انت المفروض بتضيعه في الاكل ده هتعمل فيه ايه طالما انت ملتزم بالبرنامج ومعاك اخصائيه تعديل سلوك غذائي وبعدين بتتابع معاها ثلاث مرات في اليوم. ممتاز. على الوقت انت الدنيا ماشيه ازاي وبعدين انت بتبقى عايز دايما كما لو كان عندك تيتشر او يعني عندك حد المقيم عليك، فعايز ان انت ما تسمعش كلمتين وعايز كما لو كان انت يعني تفاخر نفسك، فايه فبتحاول ان انت تيجي. فكان يمكن شويه الواحد كده طب انا اعمل ايه في الوقت ده؟ طيب احنا عندنا عادات يعني غذائيه بالنسبه للشعب، ان انت لو مثلا رحت في مكان وحد عزم عليك بحاجه تقول له مثلا ايه، طب استنى دلوقتي معايا السكرين بتاعي احطه على القهوه احطه على البتاع. انا في خلال الشهر ده واحد كان بياخد ثلاث معالق سكر من ابيض ثم سكر براون شوجر ثم الستيفيا بقى اللي في جوه خالص. انا حضرتك دلوقتي باخد القهوه ساده. ممتاز ممتاز، ده يعني انجاز والله يا استاذ طارق، انه اكيد الواحد بيبقى مبسوط بالنماذج الرائعه الناجحه مع منتجات جو اللي فعلا خسوا استاذ طارق 10 كيلو في شهر. طبعا دي كميه حلوه جدا ووزن كويس قوي قوي من غير اي مشاكل ومن غير اي اثار جانبيه. وبنفكركم ان اي حد عايز يطلب منتجات جو النهارده عليها خصم 35% من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم بس على الشاشه. هتاخدوا خصم 35% اقل من السعر اللي موجود في الصيدليات. منتجات كلها مرخصه من وزاره الصحه المصريه، الاربع منتجات مرخصين من وزاره الصحه المصريه، وكمان التراخيص هتتعرض دلوقتي قدامكم على الشاشه. وطبعا المنتجات موجوده في كبرى الصيدليات اللي موجوده في جميع محافظات مصر، بس لو اتصلتوا من خلال بس الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه هتاخدوا خصم 35% النهارده بس على كميه محدوده على المنتجات بخصم 35% اقل من سعر الصيدليه والمنافس الاخرى. وطبعا قدامكم صفحه الفيسبوك، صفحه دكتور هيلث، برضو بتبعتوا على رسائل الصفحه بيوصل لكم برضو المنتجات بخصم 35%، وصفحه الانستجرام اكيد ما ننساهاش، برضو صفحه الانستجرام ممكن تطلبوا من خلالها المنتجات المرخصه من وزاره الصحه المصريه. بشكركم طبعا وبشكر الدكتور، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور جزيلا. علي عبد القادر استشاري جراحه الاورام والمناظير، منورنا طبعا حضرتك
استقامه علميه متميزه، وسعدنا جدا بحضرتك النهارده. اهلا بك. طبعا بشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه. كان نفسي طبعا اعمل بقيه الجو جرين كافي والسليمنج هيربس واشربهم على الهواء، بس الحلقات الجايه كتير هنعمل كده. بشكركم على حسن المتابعه. كان معاكم دكتوره حنان الحسيني. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في احسن صحه وفي احسن حال، ودايما في وزن مثالي، ودايما في صحه، دايما في صحه، ودايما من غير اجهاد وباقل التكاليف هنقدر نوصل للنموذج والشكل اللي كلنا عايزينه. بشكركم والسلام عليكم.